معانا في الفندق يلا بيها كده ناخد لنا ساعه كده بتاعت سمك. السلام عليكم. هجيبوا صف واحد يا جماعة كده.
Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. عندي ولدي في الدبعة المشهد للإمارات، فبناشد الحكومة السودانية والإمارات وحكومة الإمارات بأنهم يرجعوا كل الشباب الذهب للإمارات اللي غدر به، لأنه مشى من هنا على حسب وظيفة وتم تدريب إدخالهم لمعسكر وتدريب أدخلوا معسكر حربي. فبناشد إنهم لازم يرجعوا ونشوف بعد ذاك بعد ما يرجعوا عندنا تاني فهم تاني، لأنهم الشباب ده تحطم نفسيا، يعني في حاجات كده، يعني يمكن أسر السودانية، يعني في ناس بسيطين بنعرفهم برضو معاهم هناك، يعني الواحد دبر المال حتى إنه يصل للدولة أو للهدف اللي هو عاوزه. فإنهم هو اتغدر بينهم، يعني اتغدر بالشباب السودانيين، فنناشد إنهم يرجعوا أبنائنا. وما أعرف يعني اللي بيحصل في البلد ديشنا، يعني ما أعرف بيحصل شنو. الليلة بكرة بيودوهم لحتة يشتغل، تلقى ال 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 بس الحمد لله، يعني ما أعرف. آخر تواصل كان امبارح، امبارح اتصل علينا فتفاجأنا انه هم في معسكر تاني اخر غير اللي تم تدريبهم فيه، فخيروهم بيقولوا انهم يمشوا ليبيا او اليمن، وهم ده ما كان هدفهم هم الاصلا، يعني يمشوا انه يمشوا من اجله من هنا، يعني ما كان غالبا من هنا يمشوا ليبيا ولا يمشوا اليمن، لانه في طرق، يعني بيودوا ناس بطريقه جهه انت بترجع عليها انه فلان فلان مشى وانت بترجع عليه، لكن للأسف نحن الجهة الوكالة المشوا عن تبعها خدعت الشباب السودانيين، يعني فنناشد انهم يرجعوا لنا ابنائنا فقط، ما داري منهم شي ثاني. بسم الله الرحمن الرحيم.
عرفينا اول شيء بيك. بسم الله الرحمن الرحيم، انا اسمي بسمه محمد عبد الله، اخت احمد محمد عبد الله، واحد من الشباب اللي كانوا سافروا عبر وكاله اماندا لابو ظبي على اساس انه حيشتغلوا سكيورتي او وظائف داخل الامارات. كان الاتصال به شويه صعب لكن كنا متواصلين معه، يعني بنعرف اخباره وبيطمنا عليه. وخلال الثلاث هم سافر تم 3 أشهر ونص، كان الاتصال شويه يعني بنعرف اخباره. لحد قبل 5 أيام الاتصال انقطع تماما وبقينا ما قادرين نتواصل معه، وبنسأل كل الشباب التانيين اللي كانوا يعني او اهل الشباب عشان نقدر نعرف انه اخونا دوين. ما وصلنا انه جزء من الشباب تسفر على ليبيا والجزء الثاني تسفر على اليمن، بس نحن ما كنا عارفين اخونا مشي على وين، من على اي اتجاه، لانه ما كان في اي وسيله تواصل. ولحد اللحظه دي، لحد اللحظه اللي انا بتكلم معاك فيها دي، انا احمد اخوي ما ضرب لينا ولا اتصل علينا عشان يورينا انه هو تبع الجزء اللي قاعد في المعسكر لسه، ولا تبع الجزء سافر لليبيا، او تبع الجزء سافر لليمن، او لا قدر الله الحاصل انه حي ولا ميت ولا الحاصل له شنو. نحن ما اتصل علينا عشان نعرف التفاصيل منه. طيب هو مين ما وصل، ما اتصل اصلا؟ هو من ما وصل تم 3 أشهر ونص هسه، ما كان في اتصال بمكالمات، اتصال عبر الانترنت بس كان، او رسائل في الواتساب من كل فتره والتانيه. اخر كلام كان قالوا لكم شو؟ اخر كلام كان قبل 5 أيام انه نحن خلاص تمينا 3 شهور وزياده، هو تم 3 شهور ونص، انه خلاص فتره التدريب بتاعتنا في المعسكر انتهت، وانه الناس دي خلاص قالوا لينا بكره الصباح التوزيع بتاعكم. سالته توزيعكم على وين؟ قال لي والله الناس دي طمنتنا انه عددنا كبير، لكن التوزيع داخل الامارات ولمناطق يعني مثلا ممكن زي فنادق مستشفيات كده. سالته هل حددوا لك انت مكان توزيعك وين بالضبط؟ قال لي والله رفضوا يوروا اي زول المكان بتاع التوزيع حقه، قالوا لينا بتعرفوا بكره لما توصلوا. دي اخر رساله كانت رسلت لي مني. بعدها تاني انا ما عندي معه اي اتصال بتليفون، ما حد الان ما سمعت صوته. اخر من واحد من الشباب اللي لسه واقفين معانا، انا سالته ورسلت له تفاصيل اخوي وصورته وكده، ففهمت انه اخوي في ليبيا. ده كل اللي وصلني هسه قبل ساعه بس، انا فهمت انه اخوي في ليبيا، بس اي في منطقه في ليبيا وصل 200، ما عارف اي تفاصيل، ولا قادره اتصل عليه ولا قادره اعرف منه اي حاجه. شيرين حامد، اخوي كبير حامد سافر يوم 19 14 1. بعد شيرين حامد، اخوي كبير حامد سافر يوم 14 1، من سافر لحد ما وصل ب6 أيام انا ما عارفه عنه حاجه. الطبيعي جدا لاي زول مسافر بيطمن اهله لما يصل، نحن ما عرفنا عنه حاجه. اول يوم بوستي نزل فيه انه نازل ودوم ليبيا والمرتزقه وغيره، انا اول واحده مشيت وكاله اماندا كويس، وقابلت المدير حذيفه كويس. قال لي لا بيطمنكم، والناس دي انا وديتهم شغل امن، شغل بتاع سيكوريتي، وما في شغل بتاع حاجه زي دي وبرنامج زي ده، وحيتصل عليكم بعد جرجر. قلت له انا داير اسمع صوتي، طالما انكم مندوب هناك انا عاوز اسمع صوت اخوي ذاته، اطمن انه هم مش المكان اللي انتم قلتوه. اذا هم اتصلوا للناس، اخوي ثاني يوم يا دوب اتصل علي بعد انا جوته وهيكته في الوكاله وعملته جوته شديد كويس، ضرب علي اخوي نص ساعه، أدوها اليوم أدوهم التلفونات نص ساعة مكالمات بتاعت واتساب، والخط كان ضعيف جدا لأنهم بيتكلموا بشرايح قريبة. أوكي بقيت متواصلة مع حذيفة، أها طمنا على الأمن، أنتوا دواناتكم شنو؟ لأنه نحن أولادنا ديل هم ما حيتوزعوا زي ما قالوا الناس، زي ما قالوا أنهم ودوهم ليبيا. آخر رسالة جاتني من حذيفة، قال لي نحن ذاتنا بقينا ما عارفين الحاصل شنو يا باش مهندسة، يعني هو ذاته بقى شنو؟ بتاع الوكالة اللي أنت الوكالة الرئيسية اللي هي أصلا بتدعم الشغل ده وجايبة الشغل ده، هو مرسل لي رسالة وأنا رسلتها في كل الجروبات، قال لي نحن ذاتنا بقينا ما عارفين الوضع شنو يا باش مهندسة، يعني أنت ما عارف الوضع لشنو؟ طيب ليه قبلت العقودات اللي جاتك من هناك؟ ليه قبلت إنك تمسك شغل زي ده وتوزعه؟ طالما انت ما عارف حاجاته شنو وملزماته شنو والتزاماته شنو. نحن بنحمل حذيفه كل الحاجات لانها هي الوكاله الرئيسيه، ما حنقبل الا انه هو يكون واقف فينا لحد ما يرجع لنا اولادنا كلهم المشوا ليبيا وغيره، لانها هي الوكاله الرئيسيه لهذا الشغل في السودان، وكاله اماندا للسفر والسياحه، والمدير منها حذيفه. اولادنا
اي اجراء قانوني؟ لا لما اعمل معاهم مقابلات انا بعد كده اعمل قصتين. هاي هاي بالله الى الزاوية هاي يا انا اشاركم في الكعبة. ايوه يا عراقية عرفينا بيك. السلام عليكم ورحمة الله. أنا عندي أخوي من الناس المقدمين تروح تبع الوكالة لأنه على أساس أنه يمشي للسيكوريتي للإمارات ومشى وما قدرنا يعني مثلا نأخذ عنه معلومة إلا بعد 3 أيام بعد ما إحنا اتصلنا على ناس الوكالة بعد ما شفناه في الفيس والحاصل إنه الناس ديل بمشي بودهم معسكرات حربية هناك وبيدربوهم تدريب عسكري ومن ناحية يمشوا لليمن ولليبيا. المهم اتجهنا للوكالة يا جماعة إنه الحاصل ده شنو سمعناه ده فنفوا تماما إنه ده ما حاصل وما حيحصل. فاتفاجأنا فيما بعد إنه بعد قلنا لهم طبعا ولدنا إحنا سلو 3 أيام مما سافر ما لاقين نتكلم معه ما عارفين الحاصل شنو. فقام اتصل عندهم مندوب هناك اتصلوا ادونا ليه وبيه يتكلم معانا قال أنا وصلت وجابوني جينا هنا ده شالوا تلفوناتنا كلها ودخلونا معسكر وتاني ما قدرنا ما عارفين عنه حاجة. رسلينا الخميس الفات بمسج صوتي رسالات صوتية إنه هم قاعدين هناك في معسكر وكويسين وعازلين هم أساسا ما قاعدين مع الدفع كلها هم الدفع المشت الأخيرة دي يوم 19/1 دفعة جديدة براهم ما عندهم علاقة بالدفعة الثانية القديمة يعني ديل في حتة براهم وديل في حتة براهم. أتاكم شعور إنهم حيودون منطقة ثانية؟ لا لا لأنه هم أساسا ما عارفين هم ماشيين لأن هم الحاجة المشوبية من هنا إنهم ماشيين سيكوريتي يشتغلوا داخل الإمارات التدريب بتاعهم تدريب لفترة معينة حيوزعهم داخل الإمارات هم معزولين من الدفعة الثانية عشان ما يعلموا بالحاصل شنو. طيب رسالتكم شنو أو مطالبكم شنو؟ مطالبنا إنه إحنا عايزين نرجع ولادنا بالحاصل اللي هسه شايفينه ده من الأسر اللي هنديل ولادهم متصلين والإثباتات اللي عندهم إنهم أولادهم في ليبيا ودوهم بعد التدريب بعد ما عملوا تدريبهم إحنا عايزين إنهم يرجع لنا ولادنا فقط وما عايزين أي شغل برا ما عايزين أي حاجة إنه يرجع لأنه تم خداعه تم خداعنا نحن ذاتنا احنا وديناه لشغل لنفسه لحاجه زي دي ان هي طلعت حاجات حريب وكلام تاني احنا مستغنين من ولدنا ولدنا لازم يرجع لنا يعني رجاء دائما بدينا الحراميه المستغنقه الودع اولادنا سفرهم برا وقدعوهم من الاحسن انهم يجيبوا الاولاد يعني كون لك الرايه لانهم هم عارفين معسكرات بتسافر اليمن عارفين بيجيبوا اذا عايزين يمشوا ليها من هنا يلغى نفسهم وكانوا مشغول لكن ده ما قدروا علينا ما قدروا علي نفسهم تضحك هاي عليك الله سريع انا بعمل في المباراه ما قدروا عليهم ها قبل انهم يطلعوا برا يشتغلوا اي شغل نظيف عشان يجيبوا فلوس يكفوا لكن انتوا برضه ما خدتوا حطوهم هناك باجر الغسل والصيانه بتاعتكم المشهوده والمعروفه اللي حطوهم ولفيتوا عليهم وثاني حضرة سيادتكم جبتوهم للمعسكرات بتاخدم أغراضكم وبتاخدم أغراض السعودية والإمارات المعروفة. أنا ما الإمارات أصلاً ما عندها جيرج معروف. فما بدأ عيد يلفوا بعض لأن الناس المحترمين مش يسوونها بدل يحاربوا بدل الأولاد. شكرا لكم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. أنا سوداني ابن السوداني ابن السوداني ابن السوداني واليوم نحن بنقيف أمام سفارة دولة الأمارات بالخرطوم مناشدة بحل مشكلة أولادنا السافروا من هنا عبر وكالة الأميرة وأماندا
لشركة بلاك شيلد للخدمات الأمنية بفهم وظيفة حارس أمن، والحمد لله أولادنا كان عملوا إجراءاتهم عادية وسافروا، واتفاجئوا لما وصلوا مطار أبو ظبي هناك أخذوهم من المطار إلى منطقة اسمها غياسي خارج أبو ظبي في الحدود ما بين أبو ظبي والمملكة السعودية أو أقرب كمان لمنطقة الرياض من أبو ظبي. يعني أولادنا الليلة ليهم حاجة بتاعت 4 شهور من شهر 9 ولحد الآن أبو ظبي دي بعينهم ما شافوها إلا جابوا للكشف الطبي مستشفى زايد ورجعوا، لكن تاني حتى المنطقة فيها هم ما يبغوا عنها أي حاجة. تعدوا أيامها يا أولاد أخباركم شنو؟ والله هو قاعدين في المعسكر ناكل ونشرب وما في حاجة، أيام صرفوا لهم مهمات عسكرية. بعد شوية شنو؟ قالوا في تدريب عسكري. بعد شوية دخلنا في التدريب العسكري إن شاء الله برنامج بتاع أسلحة ثقيلة وما تعرف الحاصل شنو، ولسه تدريبكم ده حدهم تاني، مرة بيقولوا شهر، تاني اللي قالوا شهر ونص، مرة يقولوا قربتوا، يعني كل المعلومات خافين عنهم، حتى أولادنا ذاتوا قاعدين هناك زينا كده ما فاهمين ذاته هم الحاصل عليهم أصلا شنو. سحبوا التلفونات منهم، المكالمات بقت بصعوبة شديدة جدا جدا واجتهاد وسرقة. قبل فترة قام طلعت إشاعات بتاع إنه سربت أغوال إنه نازل ماشيين اليمن وليبيا، وبرضه نزل آسي ولدي حاليا في حقل الهلال في الحدود الليبية، والشركة اليوم شركة بلاك شيلد المفترية الليلة منزل بوست بإنها بتنفي الاتهام الضحضوا عليها وده افتراء، وإنها مضررة من الحتة دي وحتتخذ الإجراءات القانونية. حبابك يا بلاك شيلد ونحن والقانون سوا، ونحن والرجالة سوا كمان، أنوريك لها لأنه نحن سودانيين ودم أولادنا والله لا دم ارتزاق ولا دم خيانة. نحن عرب ما بنخل لنا عربي على حساب مصلحة عربي أبدا. والليلة أنا بتكلم ولدي ولا أخوي لو كان قبل شغلانة الارتزاق علي القسم بالله وقسم بالله سلاسة أنا الليلة أبوه ده أديه طلقة هنا في أرض السودان دي يموت هنا شريف، لكن ما يموت بدم ارتزاق ولا يجيني بقرش ارتزاق. مهما كان الليلة الأمارات وليبيا لو دوني مالهم ده كله قبلي أنا في جيبي، طالما ما الارتزاق أنا بريء منه ما بقبله أصلا. والليلة نحن الشركة خلت بوصفها الوظيفي للمهنة سأقوليها أولادنا ولمكان العمل اللي هو قاله دولة الأمارات، أمارة كده مخلينا نستاج بعد ذلك تبقى العين أبو ظبي ودول الحدود، والشغلة ظاهر على إنها هي مسألة بتاعة جيش عديل ومسألة بتاعة ارتزاق، لأن ما أظن في شركة بتاعة خدمات أمنية في السودان تكون ماسكة لها تعاقد مع خدمات أمنية في أثيوبيا مثلا. إذا كان في الحدود معناها المسألة هي ارتزاق مبينة واضحة. ويا بلاك شيلد حبابك ألف مرة والبحر الغريق، والله العظيم نحن نخوض قانون ورجالة. بس ما بزود بس عليك
مش يعني اقول لهم اقول لهم الكلام اللي حاصل خلاص انت اخويا عرفي بنفسك وطوالي ايوه يلا خليه يطلع على النظاره السوداء. السلام عليكم، انا زحل سعيد وعندي اخوي مع الشباب السافروا الامارات، سافروا بعقودات من هنا بتاعت سيكوريتي، ومشوا هناك ووقعوا عقد برضه بتاع سيكوريتي داخل الامارات، وبعد ذاك دخلوهم معسكر 3 شهور. فنحن لما كنا بنسال انه المعسكر ليه والكلام ده، بيقولوا لانه هم حيكونوا في حتات حساسة وفي شخصيات VIP مهم. بعد خلصوا ال3 شهور ده اتخرجوا من يوم الخميس قبل الفات ده، هم اتخرجوا من المعسكر، ويوم الأحد جاءوا مندوب الشركة. من جاءوا مندوب الشركة نحن فاقدين الاتصال بيه تماما، ما عندنا بيه أي اتصال. الناس الرسائل اللي بتصل والناس اللي بتجي بتأكد انه في جزء رفض السفر، وديل خدتهم في معسكر براهم وشايلين منهم تلفونات، ونحن أسي ما قادرين نتواصل معه. والجزء الثاني سافروا وأسي هم بيرسلوا لأهلهم انهم في ليبيا وانهم وين، ونحن ما قادرين نتواصل مع ولدنا. يعني من يوم الأحد الصباح نحن ما عندنا اي اتصال بهم، ما قادرين نتواصل معه. يا ابن مرحبا ارفع بس ده دارس يلا كل يلا هسي احنا غيث ولا ده لسه ما لسه قاعدين في الامارات، لكن يتخرج مفروض من الاسبوع الفات هم يسافروا. اتكلم هي امس انجليزي انا التنمية والحركات ما تقعد تتكلم زمن الغد مش انت ده ورق مكتوب يا حبيب. هم خايفين على السفاره كيف ما خاف على اولادنا ايبونا له ما يسلم عليهم بس انا اتكلم بامسك ده انا ابو 3 انت بتكلم معايا. طيب يلا بسم الله يلا احنا الاولاد ده سافر يوم 3/11 متواصلين، يعني كل فتره بيجيوا تلفونات بيدوا لهم زيهم في الاسبوع يتكلموا بقى وبيرجعوا ثاني. احسي ليه اكثر من 10 ايام التلفونات ما قادرين نكون، المفروض يتخرجوا ما خرجوهم وما وزعوهم، وما في سبب تخلي المعسكر يمسكوا لغايه هسه اصلا. المعسكر ليه يمسك طالما اصلا انت زول دربت وانتهيت ما عاد المفروض تخرجوا الا كان عندهم نيه اصلا. هاي بس ربنا يرجعهم ان شاء الله. لا ما يجيبوا سيره احنا بنقول في الكلام ده يجيبوا سلموا بتاع احنا دي كلام اللي ما جاي ما جاي معذورين بتاع الناس وطن الحركات الاعلاميين حركات مين يا جماعه اسمعني الناس دي كلها يا جماعه يسالوكم الناس دي كلها يا الناس يعني زول المصور لو قال لك تصلح كده صلح ما قال لك تصبر ما قال لك في حاجه قال لك انا مختلف في الحاجه انا مختلف قال لي كلها يا جماعه والله يا جماعه زعلوكم ما تضايق البعايه فعلا اخر اللقطه اللي انت معلش ما جاي لك ما تضايق ما تضايق كلها يا جماعه عالم جزيرة مباشرة بدون زخرة مباشرة بدون أحمر شفايف بسم الله الرحمن الرحيم.
أولا بتمنى السلامة لكل الشباب السافروا عبر الخدعة والخداع، السافروا للأمارات على أساس إنهم هم كحراس منشآت، وفجأة انغلب السحر على الساحر، وبعد الحراس منشآت انغلبوا إلى مغاتلين لأجل من وعشان منه. سافروا على أساس إنهم يحاولوا ويقدموا جزء من مساعدة لأهلهم العايشين العيشة الما قدروا يفهموها السودانيين هنا داخل بلدهم، على أساس إنهم يرفعوا من شأن أهلهم وأسرهم في السودان، بقوا ضحايا لمرتزقة، بقوا مرتزقة. دي علامة الساعة. زمان السودان كان بيصدر القطن وبيصدر السمق وبيصدر الزورة وبيصدر السكر، الليلة السودان بقى للأسف الشديد بقى يصدر الناس عشان يموتوا من أجل منه، من أجل بلاد زايد أو بلاد سلمان. فدي المصيبة هنا ده كويس. أنا من هذه الغناء أنا بطالب ثم أكرر المطالبة للسيدة وزيرة الخارجية، لو بتسمعني الآن تتصل بالأمارات وتتصل بسفيرنا القاعد في الأمارات ويشرف إشراف شامل كامل على المساكين القاعدين هناك، ما معروف الحاصل عليهم شنو. سفروهم ليبيا، سفروهم وين والقاعدين الآن في الأمارات يرجعوا فورا. تحرك السفير القاعد هناك، السفير النائم هناك، تحركوا على أساس أن الشباب دي راجعين لأهلهم ويكونوا في حضن بلدهم، يموتوا في بلدهم أفضل مما يمشي يموتوا جسس مرتزقة مرتهنين لعمالة لناس ما معروفين منهم. بس أكرر المناشدة لوزير الخارجية، لوزيرة الخارجية، وبكرر المناشدة لوزير رئاسة مجلس الوزراء كويس الأستاذ السيد حمدوب كويس، بأنك يتحرك يا أخي، يتحرك. وصلنا نحن لمرحلة التجارة بتاعة بشر، معقول ما الكلام ده كده؟ ما بينفع الكلام ده كده يا سعادة رئاسة الوزراء. حرك، خلي السفير القاعد هناك حاليا في دبي يتحرك ينقذ المساكين اللي هناك قبل ما يمشي يموتوا موت الضان ويموتوا ما بعرفين اللي بيحصل عليهم شنو، بياكلوا بيشربوا بيضربوا فيهم بيعذبوا فيهم، ما معروف الحاصل شنو بالضبط. شكرا جزيلا. الله، انت عندك ولدك هناك؟ انا عندي ولدي هناك حاليا في الامارات. اخر اتصال له كان قبل يوم او يومين، بالكثير نفس الكلام كويس. بتمنى انه زول ده يسهر، وبتمنى انه اللي معاه كلهم يجوا راجعين الان قبل بكره. والله على كل حال هم هسه بيقولوا في الامارات. ايوه كلام كويس، لكن ما معروف هل سفروهم ما سفروا. نحن مقطوعات شالوا منهم تلفوناتهم، شالوا منهم اوراقهم، شالوا منهم، ما خلوا لهم حاجه حتى الناس يقدروا يتصلوا. في ناس ما والله باعتبارهم بس باعتبارهم في شكل رهاين. هسه حاليا بيعتبروا رهاين، ديل بيعتبروا رهاين، هسه حاليا بيعتبروا رهاين، لكن احنا ما معروفين سفروهم قاعدين ما فيشين، ما قادرين نعرف الحاصل شنو بالضبط كده. عفوا. الناس اللي هم
معاكم هدى شاذلي. عندي ولدي ولدي اخذنا له عقد من الوكاله بتاعت اماندا على اساس انه يشتغل سكيورتي في الامارات امن منشات. وتفاجئنا به انه ودوهم معسكرات دخلوا وشال منهم التلفونات والجوازات والمعسكرات والمعاهم الدفعه اللي قبلهم ودوها ليبيا. هسه احنا بنطالب برجاعهم يا شغل في الامارات. هاي بنطالب برجع اولادنا كلهم. شكرا. اتكلم. ما حد يتكلم، ما أعرفها، ما بعرفها. آه، صح. لا، هذه المادة. مسبق بصوره لكذا 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 الامم المتحده مجلس الوزراء الامن والمخابرات اي يلا نجي بعد ذا الخارجيه لازم كمان يجي وفد لي وفد لي لا لا معاني نتجمع ثاني كتاب جمع ولدي ولدي تسمعي يا تلفون في المساحه يا جماعه يا جماعه انا لهم سلام عشان ما نجيب وفد نوع وثاني نضطر نجيب عيله نفس الوقت يا جماعة نصيغ المذكرة القانونية ونفتح البلاغات ونخش وزارة الخارجية نسلم دي مذكرتنا وصورة نجيب لنا مجلس الوزراء يا جماعة امسكوكم دي صورتكم يا بتاع الأمن المخابرات دي صورتك يا بتاع المخابرات دي صورتك يا هو الإنسان دي صورتك يا مكتب العمل ده صورتك لكن الكلام كده لما تجي ما بتاخدي الغرض نحن نمشي بخطة واحدة مؤسسة من ما نمشي 10 خطوات ورجعني هي ورق جبنا المربع الأول اللي هو نحن المفروض نبدأ من الصح يلا احنا صح نسيغ المذكره قانونا يلا عبد دايما تبين الليله عبر اللايف الواتساب ها
هاي ما نعم في حقنا الإجرادي، حقنا الإجرادي إحنا نعمل مذكرة ونحصل على لازم نبي الوصف ورقم تلفونات ها حقنا الإجرادي منين ونحكي نحكي كل عنو كل نيابة هاي ما الله عشان يا جماعة هذه صوت ها هذه صوت يسمك رقم تلفونك هاي هنا على موضوع الحقوق ولدك اخوك كذا كل الناس بنحصل الاسماء دي كلها بناء عليها بنرفعها اذا مع البلاغ بنرفعها في الصوره بتاعت وزاره التخاريه ومحل ودينا صوره بنرفع الاسماء دي كلها معاها رقم تليفوناتنا يلا يا جماعه احنا كذا بنقول شنو؟ اعطينا خطوه في انه يا اولادنا والله العظيم وكذا كذا نحن لو شايفين قالت معاهم التحيه قالوا نيجي معاهم التحيه والله العظيم كاس نيجي الليله عشان ارجع البيت عشان ارجع البيت ان شاء الله تشوف الكلام اللي حصل شنو؟ اخونا هنا بدا لك ناس حافظ اللجنه دي تتكون من هنا يعني الناس اللي قاعدين دي هنا كلهم ناس حق وجع عندها اخويا الصغير اللي هو فهد فهد حتى حاليا في ليبيا امبارح كنا بنتواصل معاه وقال ساموهم قالوا لنا جينا كنا العين تبعونا الطياره نزلوا لقوا نفسهم في ليبيا واخوي رفض انه يطلع معاه وهم هسه حاليا قاعدين في المعسكر فالنازل عشان يرجعوا لازم يبنوا مطعم الكلام نحن لو اي واحد فينا كلامه بيبقى براو ما في حاجه الحكومه دي واحد اسمع صوتنا ولا الامارات حيسمع صوتنا ناس تعمل لجنه من هنا اي زول عنده اخوه قريبه هناك الناس تعمل لجنه من هنا نمشي الوزاره راسه من الوزراء نمشي اي مكان نحن كلنا باسره واحده شباب لازم يرجعوا كلهم المشى ليبيا المشى اليمن القاعد هناك الناس اللي رجعوا سابوهم من هنا قالوا لهم سكيورتي غير مساوي وصلوا هناك درموهم تدريب عسكري السكيورتي ده اكثر من 5 يوم دي ما سكيورتي درموهم تدريب عسكري ولبسوهم هدوم الدعم السريع واي اسره هنا عارفه الكلام ده هيدا صح ايوه ويكون يصوروا للسلام انا فاهم لانه الصور دي بتكون اتصورت ورسلوها عليهم والفيديوهات اليوم يا اخي انتوا دايرين تتدربوا تدريب عسكري لانه الله يشكرك كل هي دفعه كل دفعه 4000 كم دفعه تقريبا مش دفعه تمام فا اي زول عنده اخوه اي اخت عنده اخوها هناك اي ام عندها ولدها هناك الناس كلها تسجل يقول لجنه واحده نمشي كلنا مع بعض ونرجع راجعين مع بعض اكيد لحد ما الاولاد يرجعوا كلنا واحد وهدفنا واحد من غير اي مساواه كلنا عاملوا لجنه هسه هنا اللي ما يتلاقوا ثاني ايوه هنا بس عايزين اولادنا من غير اي مساواه كثير ولا حقتهم انت هذه مباشر مجاني مباشر بس احنا اولاد دايمين يساقون على انه اسمه انه حراس بتاعين امن حراس امن في في الامارات مشوا هناك دربوهم تدريب عسكري كامل بزي عسكري وسلاح ليه وصل الدوشكه وصلوها بعد ما تخرجوا قال لي ما توزعونا قال لنا كويس حنوزعكم حقوق البترول او ولد بزاد كسجل في المصفى بتاع البترول لما ارسل الرساله انه هو في الحدود الليبيه في الحدود الليبيه بين جهاد مالطا ما عارفين الحاصل بالضبط له شنو يوم امبارح يوم الجمعه صباح ارسل رساله مش رساله صوتيه قال لي انا وصلت ليبيا رساله رساله مش نهايه رسائل نصية رسل رسائل نصية وصلها إجابة جاتنا يعني ما عندهم تلفونات وحاولنا نرجع في التلفون جاتنا بالرسالة ده ما خش معانا تاني نهاية من امبارح ساكنه ما رجع معانا رسلنا رسائل ما وصلت لسه دايرين الطريقة ترجعهم بس احنا السلام عليكم ورحمة الله والله يا أنا ولد أختي ود اختي دي امه يعني اصلا الوكاله الشغله كانت بتاعت اغراء الحمد لله نحن لا جعانين لا عطشانين لكن كل زول بدور زياده لما ادتهم كل المعلومات دي الناس هو مرقت اولاده ودفعوا لعندهم يعني ما ودتهم مجان بحقهم لكن الاولاد اللي مشوا هناك يعني التلفونات شالت منهم
الرسائل دي بقت يعني الرسائل سرية، كل التلفونات عندهم مشيولة منهم، والرسائل ذاتها بتجي كل يومين أو بعد 24 ساعة حتى الرسالة تصل. يعني حتى المعلومة اللي عرفناها منهم أنه الرسائل دي بيرسلوها بالدس أو تحت البطانية أو يعني بتلفون سري عندهم هن، الاتصال منه مقطوع معاهم. مين طلع منه؟ معسكر. وآخر دفعة طلعت الأربع في دفعة غادر في نفس الوكالة في نفس المعسكر، أخبارهم مقطوعة، أولادنا دايرينهم. أيوة مشاعر قسم الله والله. أول حاجة طبعا ودون على إنهم ولدي هناك، ودون حراس أمن وكويسين لحد في المعسكر ومطمنين لنا وي حاجة، لكن شنو عرفوا إنهم تدربون تدريب جيش، دربون تدريب على أنواع الأسلحة. في النهاية يا هو لما جو الزعوم قال لهم نحن موزعين لكم حقول البترول وموزعين لكم مصافي بتاع البترول، ولدي لآخر رسالة رسلها لنا لما جات الرسائل الإشاعة تحت الرسائل دي. ها في النهاية طمنا، قال لنا زين ما في أي كلام زي ده. ثاني لما ساقونا هو الطائرة لما حصل هناك رسل رسالة نصية قال نحن الآن في مالطة، في شمال مالطة، في حدود مالطة، الحدود الليبية. ثاني اتقطعت أخباره منا، نحن ما عارفين أي حاجة. الكلام ده قبل 3 يوم آخر رسالة له، وتاني ما جانا أي اتصال، ما جانا أي حاجة منه. والحمد لله على كل حال نحن بنطالب بس الجهات الرسمية يرجعوا لنا أولادنا سالمين غانمين، ما دايرين بيع. من هنا مشى بعقدي؟ مشى بال مشى بال بالشركة بتاعت بلاك شيلد. اسمه شنو هو؟ طيب مقابل انتوا دفعتوا له اديتوه قروش سافر بعد أيوة. عقد كده ولا الشركه تبنته؟ ايوه سافر بالعقد من الشركه دي ذاتها، بعقد من الشركه. اي مدفوع القيمه من هنا. اي قيمته 25 مليون بس ده الاول. الثاني داير يسافر ما سافر، ولدي الثاني هسه 65 مليون بيقولوا. يلا ولدك سافر قبلكم فتره؟ ولدي سافر شهرين ونص بالضبط كده، يعني شهرين و15 يوم. اسلم من خلال الشهر الاول اللي تواصل معكم؟ متواصلين بس برسائل بالواتساب، ما في الشهر الثاني ما تكلم معانا خالص نحن، بس بواتس بس بتكلم. ايوه ثاني اسع بقى لما خلاص في الايام الاخيره دي اليوم الرسلوا فيه الرسائل اللي بتاعت انه الناس دي عاوز يوزعون وكده، ضرب يا هو لابوه قال لي ابويا الكلام ده غلط، ما تصدقوا الناس الرسائل اللي جاتكم دي. خلاص يلا نحن لما منتظرين نحن بس منه الرساله، لما رسل رساله ضرب لابوه قال له نحن والله موزعين لنا، انا سجلت حقول بترول ومعايا اخواني التانيين سجلوا، انا سجلت مصافي بترول واخواني معاي مسجلين مصافي حقول. قال له خلاص انتوا سجلتوا مصافي الله معاكم، انتظرينه. قال لما نصل الحته هناك الموزعين عليها بنطمنكم، انتظرين يوم كامل ما جاتنا اي رساله منه. ثاني يوم رسل لي الرساله لابوه قال له نحن لقينا روحنا في حدود مالطا، في الحدود الليبيه في حدود مالطا، شمال مالطا، شمال مالطا. اخر رساله ثاني ما منه. هو اصلا في الامارات يعني ما عنده، هو في الامارات ما عنده اي حاجه، والشكل ومع الناس زي الوي يشوفون الفراسهم قالوا معاون، وفي النهايه غشوهم. طيب غش العقد قال لهم بكم العقد؟ فيزا ما عقد فيزا. الراتب الشهري في الشركه دي بكم؟ الراتب الشهري 30 سوداني. 30 سوداني ما عادي. نحن بنطالب يرجعوا لنا اولادنا. يا هذا اخر واحد اخر واحد يعني ان شاء الله اولادكم قبال يعني يرجعوا. يلا ابدا. يلا ابدا. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والله صل على سيدنا محمد وعلى اله وسلم. يا جماعه انا بتكلم اصاله عن نفسي ونيابه عن كل اسر اي الموجودين في سافر عبر الامارات، ونحن كلنا مش اسمي انا بس، نحن كلنا سودانيين او لا سودانيين او لا سودانيين او لا سودانيات.
يعني ود عميل ولا ود خاينه ولا هنا فينا دي ما فينا يعني الله يدام عربي عديل شفت كده وسودانيين سودانيين نمره اثنين اولادنا فاتوا الامارات بعقودات عمل من وكاله الاميره واماندا البند الاول فيه الوصف الوظيفي في عقد العمل انه يلتزم الطرف الثاني بالعمل لدى الطرف الاول اللي هو الشركه بتاعت بلاك شيل والطرف الثاني ده معناه ده ولدنا الطرف الاول ده بلاك شيل بالعمل في وظيفه مهنه حارس امن حارس امن يلا دي خطه تحت خط بالعمل داخل دوله الامارات امارات بعد ذاك فاتحه انها تبقى امارات وين؟ بتتحدد لاحقا ابو ظبي الشارقه عجمان العين الفقره الاولى دي احنا كفانا شركه بلاك شيلد المفتريه الليله منزله بوست انها منزلين اتهامات ومتضرر منها وحتتخذ الاجراءات القانونيه ضد كل من تطاول عليها حبابي كيف والله طلبنا ده فاتح لك انت يا اخي دربت اولادنا من المطار حتقول لغياسي لغياسي برا ابو ظبي في الحدود بتاعت السعوديه اولادنا قاعدين ما عارفين يلقوا ابو ظبي لحد اللحظه دي اولادنا بعينهم ما شافوها الا ساعات دخلوا مستشفى الشيخ زايد للكشف الطبي تاني ابو ظبي بعينهم دي ما شافوها حمراء خضراء صفراء ما بيعرفوا عنها اي حاجه حتى شريحه بتاعت اتصال ما جاتهم نحن بنتصل عليهم عبر التلفونات والارقام الفاتوره من هنا ننزل رصيد نحن من هنا حتى نرجع للولد هناك بمجرد ما انتهى الرصيد خلاص ثاني ولدنا انقطع يا ولد ها بعد شويه الروانته دي عسكريه ابو لهم مهمات عسكريه كده ناس التربيه العاديه والبياده دي نقول عاديه ما مشكله بعد شويه شغله مشت لقدام اسلحه ثقيله ناس ام 60 جرانوف توشكا يحفروا خنادق ودفاعات وارتكازات يا جماعه انا بتكلم معاكم ده انا معاش قوات الشعب المسلحه انا خدمت فيها في الجنوب ما في الشمال ده هنا في الجنوب انا اغلب خدمتي عديتها في الجنوب واسي انا ولدي هناك ده علي القسم ثاني ابتدائي قراءه في الجنوب يعني رطم مع الشول والكو رطم مع الدينك ولعب مع اولاد النمر يعني عمليات الموت ما بخوي وزول لكن وريني ولدك ده ماشي وين مين انا اقبله ومين ما اقبله لكن احنا كسودانيين شغلات انه يسوقوا اولادنا يخدعونا يشغلوهم مرتزقه لاي جيش والله نحن ما بنقبلها ولو ولدنا كان قبيله علي الطلاق بالثلاثه وحرم دي الاماراتيين ما بعرفوها حرم ولدي الليله لو قبيله انا اديه طلقه هنا اديه طلقه هنا وانطه زي خرف الضحيه فوت اخليه لان ولدي ما بقول انه يشتغل مرتزقه ولو اشتغل مرتزقه ثاني في البيت ما بخش عليه لانه سوداني صحيح سوداني وانا اي زول هنا اي زول هنا ولدي انا عشان كذا ما بقول لك انا منو انا سوداني والسوداني والسوداني والسودانيه دي حاجه الليله نحن بنطالب باول حاجه اولادنا يرجعوا لنا كده بصمت ودون اي تلكؤ ونحن نطالب السلطات السودانيه والاماراتيه وكل الجهات المعنيه حقوق الانسان مكتب العمل الامم المتحده انه هاي ما الخرطوم وبالامارات اولادنا يرجعوا لنا نمره اثنين بلاك شيلد اللي بتفتري تقولي طاولوا عليها يا بلاك شيلد نحن الثلاثه شهور اللي تدربوها اولادنا كده اندعكوا كده لحد ما عينهم طلعت بالمرتب العادي ما بنقبلها نحن دارين حقها نحن دارين حقها وحتى ولدنا تدربتوا يا بلاك شيلد دارين شهادته موثقه بالفتره اللي تدربها ودارين حقه على دائره المليمه والتعريف وقولوا الالتزاق عيشوا بها انتوا يا بلاك شيلد والسلام بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله شيخ إدريس محمد الصدي أنا لدي ابني سافر عبر وكالة اليسار بعقد إلى الأمارات بوصفه حارس سكرتي وتم تدريبه 3 شهور في الأمارات في معسكر خارج الأمارات والأول أمس اتصل بي وهو في ليبيا وبالضبط في منطقة رأس وطالب برجوع ابني وليس ابني وحده إنما كل فرد من هذه الأبناء هو ابن لي كل شاب من هذه الشباب هو ابن لي وأتحدث باسم آبائهم وإخوانهم أنهم الآن في منطقة ليبيا
وقد تم التعاقد مع هذه الوكالة على أساس أنه هم في الأمارات. ونطالب ونناشد كل مسؤول وكل مسؤول وكل مسؤول كان عبر الأمم المتحدة، كان منظمة حقوق الإنسان، كان حميتي، كان برهان، كان حمدوك، برجوع أبنائنا ورجوع أبنائنا، ونطالب برجوع أبنائنا، وليست هم سلع تباع كالسمغ العربي وكالقمح وكالدقيق، ولكن هم بشر وفلزات أجدادنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والويل للإمارات والويل للإمارات. أولادنا أولادنا وإحرار.
طيب السلام عليكم جميعا اخوتي واخواتي داخل وخارج الوطن العزيز. بعد السلام تحيه حب واحترام من شخص الضيف. احنا حاليا موجودين في الامارات امام سفاره دوله الامارات في وقفه احتجاجيه بنطالب فيها كوسر.